صوته للعيلة، صوته للحب والحنان، صوته للاطمئنان، صوته للإخلاص والتضحية، صوته للأمان، صوته للاستقرار، صوته للتربية الصالحة، صوته باش يغلب الدفء برد البعد. صوته لمحمد بن صالح على الرقم 17، بالك يزرع بسمة على وجوه تحب وعينين فيها نجوم. أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك أدموع فكره أرجع تاني بلقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك بساعتها يهون بهواك بهواك طول حرماني.
انسى وتريني انسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فكرك ارجع تاني بالواك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حلماني. تري بيان Très bien, Mohamed Ben Salah. Je veux... Nancy, t'fadali. Je veux que tu te dis, Hassan, mais je vais te dire Nancy, t'fadali. Avant, je veux te dire. Merci. Je veux te dire. Je veux te dire le fennin qui chante à sa façon. Et ta façon, aujourd'hui, أنا شخصياً فاتت على قلبي. ميرسي. حسيت بتعرف إنه أنت عم بتغني وحسيت حالي عم بحضر عرض بإيطاليا. عن جد. ذكرتني هيك بوتشيلي، بافاروتي، إن شاء الله أنت بكره بتصير تعمل عروضات بإيطاليا، بس بتبلش بتونس أول شيء. بدي اذا عملت عرض انا بدي اجي احضرك احضر السبكتاكل تبعك بس بدك تغني لي هالغنيه اول شيء اي بدي هنيك من كل قلبي شكرا اليوم يعني. موسيقى وطريقه مغنيك وكل شيء انا شخصيا يعني كل شيء فات على قلبي اليوم ميرسي سامحوني بربي بدي نشكر مسيو ميشيل فاضل شكرا نانسي احلام أحلام أنا أول مرة أشوفك متفاعلة مع مشترك للدرجة دي درجة أنت غنيتي معاه وهو بيغني فأنا عايز أسمع تعليقك بقى مع أني أنا ما أحب أعيد تعليقاتي أحب دائما تعليقاتي تكون منفردة كل مرة أقول أعطي تعليق بس أنا قلت لكم الأسبوع اللي فات روز ريز فخامة إليجنت شكرا مدام تمكن حرفية فخامة كل شيء موجودة داخل هذه الحنجرة الله يبارك لك كنت رائع وتستحق التقدير وتستحق أنك تكفي في أرب آيدل وأنا أطلب من كل جمهورك تحية مني للجمهور التونسي الراقي شكرا ومبروك عليهم صوت راح ينضم إلى فنانين كبار هو صوتك احسنت اليوم كنت رائع ميرسي شكرا وائل تفضل يعني انا بدي اقول لك الله على هالثبات بصوتك وبالنغمه والله على هالتفرد وعلى هالنيونس اعطيت الاغنيه بالفعل حقها انا شخصيا نلت جدا اعجابي وبعتقد الجمهور بيشاركني نفس الرأي. وأنا بطلب من تونس الخضرة كلها تصوت لك برشا. برشا عايشك وائل ميرسي. شكرا وائل حسن اتفضل. صديقي عاد. بس وائل أنا الضحكة دي عندي خلاص الموضوع خلص يعني. المزيكا أصلها مدرستين كبار كلاسيك وجاز. اللي طلع منهم كل انواع المزيكا وهم مختلفين عن بعض جدا الكلاسيك فيه صرامه اللي بيقرا كلاسيك بيقرا بالحرف الحرف الغلط يعني انت بره الجاز حلاوته انه مبني على الارتجال يعني الكلاسيكس بتاعت الجاز حتى الميلوديز بتتكتب يمكن الهارموني والايد الشمال بيسكس تبقى مكتوبه غير فيها زي ما انت عايز فهو مبني على فن الارتجال وده انا شايف ان انت اللي عملته النهارده ان انت غنيت اغنيه كلاسيك بس غنيتها بطريقتك يمكن في ناس وجهه نظرها تبقى مختلفه انما انا شايف اللي انت عملته ده شيء رائع النهارده انا في قمه سعادتي ان انت شكرا. كملت معانا عشان
تغني لنا الأغنية الرائعة دي بالطريقة دي. أنا بحييك. شكراً حبيبي، شكراً ليك، ميرسي بوكو. محمد بن صالح هو أكتر مشترك بيحس بالتوتر وقت إعلان النتائج. لو عايزينه ما يتحطش في موقف ده، صوتوا له على الرقم 17. لسه هديله دلوقتي حالاً. بص طبعاً الأغنية اللي إحنا غنيناها الأسبوع اللي فات أنا ومحمد، أغنية الراب، الناس حبيتها قوي. فأنا قلت إن أنا الأسبوع ده هكملها له. لو فضل طبعاً هكمل له أكتر. ورغم البيبي والأبوة والحنية والأخوة، المنافسة مش هتكمل غير ما محمد يبقى جوه. محمد بن صالح معروف بصوته الرخيم، غنى لك وهواك للمطرب عبد الحليم، وهو أكيد يستاهل وجمهور كريم. لو عجبكم صوتوا له وهيعمل رجيم. بناء على طلب اللجنة طبعاً.